دلوقتي نبدا فلوجنا النهارده مع سيف وجنة، وجنة بتغني اغنيه لسيف حلوه قوي. يلا يا جنة. اخواتي هنا يا جدعان، بصوا دي قاعده مش عارفه بتعمل ايه، مش عارفين نفسهم. فيديوهات فيديوهات فيديوهات. امك بتسال عليكي ولا ايه؟ خالته بتقول لك ايه؟ تقول لي عين عندي يا حلوه. وريني كده. يا لهوي على الاضاءه وعينه. ادينا واحدة. حياة امي، حياة امي. لا لا مش دي مش دي مش دي التانية اللي هي بتاعت البق والحوالين. لا وحياة امي. لا لا والله حياة والدي. لا دي طلعتي دي. لا بكرهك. ايه؟ ادي ادي. لا ايه في حد. خلاص خلاص خلاص. ربنا وجعتني بجد، وجعتني بجد، وربنا وجعتني. في بردة. ده عيل جربوع منتن جربوع نتن. بقول لك يبقى ما مش ليكي الشرف انك تعرفي ان تفكري فيها كده كويس. بص يا وليد، هو بعيد عن ان انت حد يعني جامد جدا، وان انت مشهور جدا، ومحدش وصل في قمه النجاح اللي انت فيها في سنك ده، واللي انت غلبت ناس كتير وانت داخل بدري قوي الحوار ده، بس جربوع يعني ما ننكرش اللي انت جربوع. انا قلت لك انت شخص جميل، ممكن تيجي تقف هنا، بس ما ننكرش ان انت جربوع. ممكن تدي الشباب اللي في سنك نصايح؟ بص يا جدعان، قرب بس شويه، بص على نفسك اكتر واكتر، ما ترتبتوش. هو حد يرتبط في الوقت ده؟ اذا اردت النجاح عليك ما ترتبطش باكتساح، عشان لو ارتبطت يعني انت يعني انت دلوقتي فاشل عشان انا في حياتك. بص يا، مش قصه فاشل، نجحاني الصراحه، انت شخصيه ناجحه، بس القصه في ان انا مرتبط بواحده يعني تقري. ايه؟ جربوع وساب كل الناس والبني ادمين دولت. انا قريب الصراحه عشان انت مش عمليه. ايوه كنت مستني دي والله. لا والله العظيم اقسم بالله، اقسم بالله احسن واحده في الدنيا، اكتر واحده بتنجحني في الدنيا، وربنا يعلم انا بحبك يا سيدي. بحبك يا ملك قد البحر دوت. ايوه كدابه. ده عيل جربوع من الناس. كدابه. انت قوي. فيك فيك. عيل كدابه كله فيك. عيل. انا ابوها. انا ابوها. حبيبي هم مشوا وسابونا راحوا فين؟ حبيبي حبيبي. انا روحت. طب يلا بينا يا باشا اسيادك. ماشي هنكمل الفلوج واحنا ماشيين. معلش مش هقدر اسيب الناس. ناس ايه؟ هو انت فاتحه لايف؟ قول للناس حاجه لحد ما يتفرجوا علينا تاني. اقول لهم ان احنا رايحين دلوقتي ناكل عند البان سويسرا مستنيين. و الدبانه عدي اتسلمت على الكاميرا ومشي. طب يلا يلا استنونا. خلاص يا مالك. عايز تقول حاجه للناس؟ عايز تقول حاجه للناس؟ عارفوا ان احنا من القاهره بسهوله. مين ده؟ كله الناس واخده بالها بيسالوك اهو. ممكن اسال انت هما جايين هنا ولا تيجي على طول؟ بقول لك ايه؟ مالك انت هتعزمنا يا مالك؟ لا مش عايزينك. هتعزمنا يا مالك؟ ايه رايك؟ الناس اللي كانت قابلينا اللي هم المطهرين دولت. طلبتي احنا طلبنا انت طلبت اكل كتير على فكره. والله بص سبايسي. كله سبايسي خالص. طلبت تشيكن ستريت سيس وبطاطس وسلطه تشينجي جبنه. ايه كلنا مع بعض نفس الشيء.
طب اطلب لك طبق تاني؟ انت خلصت ايه؟ ايه؟ بقول لك يا غالية انا مش معايا فلوس. بابا كملتش اما انت مش معاك. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. دي بقى فيها كتير هسحبهم. لما حد يشوف بياناتك ومعلوماتك دي فاضية. فيها المصري مش المصري وكله اي فلوس دي يا جماعة لسه ما نزلتش في البلد اعرفوا ليه مع والدي. انت بقى معاكي كام؟ بأمانة انت معاكي كام؟ انا مش شكرانية في نفسي بس انا ما بمشيش بكاش. يلا معلش شكرانية في نفسي ما بمشيش بكاش. فلوسي في الفيس ما بمشيش كده بجيبي كده زي الناس معايا في مستهدي ما بمشيش بلا في ايه. طب بصلي كده ليه من ورا الكاميرا كلها فلوس والله العظيم. يعني ممكن لو كحت تنزل فلوس لو عطست تنزل فلوس. كدب فين بقى فين؟ بعد الخناقه 26 والنبر والعين السوداء اتصالحنا بعد ما البنت دي كفرت. نبر مين يا منى؟ مش انت يا حماره انت معانا الناس اللي مش معانا. لا انا بتكلم يا حبيبتي على الناس اللي كانوا في المطعم تقريبا كده. المطعم ده فيه حاجه غلط. اولا مندو تعب ومشي وبعديها انا ووليدي اتخانقنا وقعدنا 3 ساعات. وانا ده يا عيني بيحاول يصالح فينا وانا كان عامله زي الصيادين يا ابني والله. استنى انا لوحدي. حي يا وليد فهمت حاجه؟ فهمت ايه؟ انت والله لا فهمت ايه؟ انت والله لا فهمت ايه؟ انت هتاخدني على قد عقلي بعد كده؟ اما اجي اتكلم هتقول لي يلا يا بنتي. حد فاهم يا ام عدي كام الميكروباصات الجميله دي وما جاتش التليفون. الكاميرا والصباط اللي وراها. مش جايبينهم مش جايبينهم. تعمل ايه الجربانه دي؟ تتصور صوره بالطقم الجديد. عامل ايه؟ كده؟ بقول لك ايه وانا واقف. والله؟ لا ايد في رد تاني. طب ما تلمي يا اختي. الحق. ما تشوف يا اخويا ولا انت يا ظروفك. ابوها صاحبي سلم لها سلم عليه شعبي. انا كنت واقف. تعالوا كده تعالوا كده تعالوا فين ده بيحكوا الحكايه هنا. انت في حاجه؟ لا يا صاحبي ايه بيسالك انا عن مكان يعني فيه ما فيهاش حاجه ماشي الدنيا. على التليفون. تعالى صورك يا صاحبي. على التليفون. صورك على التليفون. ما جربتوش كل الاثنين بس يا ماما انت بتصوري انت كمان يا عم. بصوا يا جماعة بصوا الجمال. بقول لك ايه؟ ايه؟ ماشي تيجي؟ يلا. بص بقول لك على حاجة. ايه؟ نعمل على ود تحدي بس تحدي صعب شوية. ماشي. هنقلع الجزم انا وانتي. ايوه. وننزل نقعد تحت هنا وننزل المايه برجلينا بس مش هننزل يعني كلنا برجلينا. قد التحدي؟ قد التحدي. كده؟ او ربنا. او ربنا؟ يلا. يلا. قول بس سيف وجنة على التحدي ده. سيف وجنة شكلهم بيتخانقوا. لا غيريها غيري. بيتخانقوا بسبب الصورة. غيري الكادر كده يا جماعة تنكدوا علينا اليوم احنا برضو. بقولك ايه؟ بقولك يا جماعة هنعمل دلوقتي تحدي اللي هيقلع الجزمة والشراب
يا ما هو قصده ندلدل رجلنا هنا تحت في الحتة اللي تحت دي زي الناس اللي واقفة. الناس مش شايفة الكاميرا او الناس عادي انا عادي. ها تعملوا ايه؟ هصدعوا لك كفيدة يا جدعان. مالك رايحة تقعد في كافيه؟ ايوه مسؤولة بجد. انا مودي وحش قوي. انا جنبه جاني اهو. طيب مين اللي هيدفع؟ اكيد انت يعني. الشباب اللي بتدخن التدخين هنا ممنوع. او الشيشة مش ممنوع علشان هم اللي بيعملوها. ماشي يلا كلوا 100 شباب. بيقول لك نو سموكينج. شيش يس. شوفوا اللي فاكر المكان بتاعه ده. هو بقول لك هنطلع ازاي في الاسانسير؟ قلت لك دور التاني. طلع الكافيه صح. نعم. بيطلع بالعافية يا غالية. والله الاسانسير اللي بيطلع بالعافية. بس هو ازاي؟ هو ده ستايل. في كوسات في الموضوع. الكاميرا دي انا سيفها عشان اعرفك هفاك. انا بقول لك ايه ده يا غالية. ودخلنا الكافيه. نسي 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 نسي. مش مطمنه للمكان. مريب كده تحسه عايز تسير. عايز كده عايز ايه؟ عايز تسير. حاجه كام انت محفظه فيها بتاع 10,000 صح؟ ده التواليت. طب انت كمل انت وانا اقعد في الوضع. خدي اما الخدود. دخل الحمام خلاص؟ طب انا فين؟ انا هنا؟ ماشي هقابلك بقى برضه. يكون سيفو كنا دفع. باي. تطلب لنا ايه؟ طب ايه يا عم؟ منيو امريكاني. بص غريب مش مفهوم. ولا شوفي كده في ليمون في ليمون ساقع. تعرف ثقافتي نسكافيه كابتشينو اسبريسو لاتيه. صايعة ماشي كملي. طب بقول لك انا اخش لك على الاكل. نفسي اكل حاجه حلوه. احنا نرجع للمشروبات. ستروبري كيك الكلام ده. ستروبري كيك كيكه بالفراوله. ستروبري كيك. ما تبقاش كده. ستروبري
ستروبري ايه؟ مفيش ستروبري. ستروبري ستروبري. بصي بقى تجي معايا شوكليت. جبنا وشربنا وعبدنا يومين جميل في أليكس. أليكس أليكس استنى بلوج جديد عملناه كان حلو. قلت بلوج جديد ما عملناه كان حلوة والواو. تاني تعمل بقى زي النهارده استنوا فلوج جديد. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس.